عندنا نظافة مكان مشان الخيم والحاجات، فبننظف بقى مكانهم بقى، بنشيل حاجات التلوث والشجر بنظبطه، والنخل برضه بنعمله، وترويق والميه، شبكات الميه برضه بنشوف شبكات الميه، لان مبوظين شبكات الميه كلها. فشغالين يعني النهارده كده، تبقى النهارده واحتمال بكره ويوم السبت لغايه ما الميدان يرجع تاني زي زمان. يعني عاوزين يعني يبقى في مراعيه للعمال اي غرض في الهيئه كلهم. يعني عمال دي مرتباتنا ضعيفه، يعني دي مرتباتنا ضعيفه لغايه دلوقتي. في عمال جناين بقى لها 30 سنه و20 سنه و25 سنه بياخدوا 500 جنيه مرتب. الميدان طبعا ده من اهم شيء البلد، الميدان ده من اهم شيء في البلد، بيمر عليه ناس اجانب وناس سواح طبعا. وايه تاني؟ ونثبت، ما ثبتناش بقى 4 سنين. احنا امبارح قبل الفجر دخل قوه من اسم قصر النيل، دخلت خدت الشباب اللي كان معتصم، هم خدوا حوالي 6 شباب او 7 شباب وقطعوا الخيم. يعني هم لو كانوا عايزين يقتحموا الميدان او عايزين ياخدوا الميدان، ما كانش فيه الداعي ان انت تدخل تاخد الشباب الموجود. انت لو كنت جيت قلت لهم يلا، الشباب دول كانوا موجودين ليه؟ موجودين لغايه الدستور ما يخلص، عشان ما نغلطش على الغلطه اللي فاتت. موجودين لغايه ما خلاص ننتهي من صياغه الدستور ونبدا بمرحله ان احنا بننفذ اليات جديده في خطوات التنفيذيه للانتخابات الرئاسيه وبعدين انتخابات برلمان. مش شايف ان الناس كرهوا المظاهرات بكل اشكالها، سواء اخوان او ثوار؟ والله الموضوع دلوقتي حاليا في الشارع، الناس كرهت الاعتصامات وكرهت المظاهرات وكرهت حاجات كتير. يعني احتفاليه اكتوبر اللي جايه احنا كنا عايزين احنا ننزل نحتفل مع الداخليه ومع الجيش هنا، بس اللي عملته المباحث قصر النيل اللي عملوه امبارح ده بصراحه بيزود الموقف صعوبه تاني مع الثوار.